طيب دراسة جديدة بتقول إنه الناس اللي هي متعصبة فكريا بتكون ضعيفة في تنفيذ المهام المركبة مقارنة بالناس اللي هم عندهم حيادية أكتر أو قبول للآخر. النتائج أظهرت إن المتعصبين اللي هم شايفين الحياة بلونين أبيض وأسود فقط أقل قدرة من غيرهم على التخطيط والإدارة فيما يتعلق بالمهام ذات الطبيعة المركبة. وأكدت الدراسة أن الأشخاص المتعصبة أبدت ميل لاتخاذ القرارات بدوافع عاطفية وغير عقلانية، وهو مبرر لتصرفاتهم المؤذية للغير في الحياة الواقعية. دكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أولا، من هو الشخص المتعصب فكريا، وإيه المهام المركبة اللي هو ضعيف في تنفيذها؟ بص يا فندم، هي بيسمى في علم السياسة الشخصية الدوجماتية. الدوجماتيين دائما اللي هم المتصلبين نفسيا، الجامد في فكره، هو جامد في الفكر بتاعه، سواء فكر كروي، فكر ديني، فكر سياسي، فكر اجتماعي، هو متصلب في هذا الفكر، لا يقبل الرأي الآخر تماما لأي شيء من لأي سبب من الأسباب. هو الرفض للآخر، بالتالي عند اتخاذ أي قرارات عنده جمود فكر في اتخاذ القرار. الجمود الفكري ان هو مبني على فكرة واحدة، وبالتالي عند اتخاذ القرار بياخدها على هذا المنطق اللي هو بتاعه فقط، بالتالي بيفشل في حياته. يعني دائما بيكون قراراته متاخده من رؤيه واحده وليست من كافه الاراء او من اختلاف الرؤى اللي موجوده قدامه هو شخصيا، ولكن لا ياخذ الا برؤيه واحده اللي هي اتزرعت فيه واللي هي تمكنت من السيطره على فكره لاخر شيء. طب الشخص المتعصب فكريا ده يعني بتكون مواصفاته ايه؟ نعرفه ازاي؟ الجمود الفكري بيبان في اي حوار معاه، بيبقى واخد اتجاه معين مهما كانت الرؤى قدام واضحه. كلنا بنختلف في الراي، يعني مثلا ممكن يكون عنيد مثلا. ما هو عنيد، يعني النهارده هنتكلم بمثال بسيط، مثلا في الكوره، واحد بيشجع الاهلي، هو شايف الاهلي دايما ده احسن فريق. لا بلاش نتكلم على الكوره، لان معظم الشعب المصري اصلا متعصب كرويا. بلاش الكوره، حاجه ثانيه. بلاش الكوره، نتكلم في مثلا في السياسه. النهارده في واحد بياخد فكر سياسي معين، حزب سياسي معين، انا باخد هذا الاتجاه او هذا الفكر بتاعه. باجي النهارده هذا الحزب اخطا في بعض التصرفات. بدافع عن الخطا مهما، وانا عارف وانا متاكد من جوايا ان ده خطا، ولكن باخد دفاعي عن الخطا ده ومصمم عليه ومستمر بنفس الفكر مهما وضحت لي من رؤى اخرى هذا الخطا في هذا الفكر التطبيقي بتاع الحزب بتاعي. بيبقى هنا مصمم تماما، يعني بيبقى التصميم عنده عالي جدا جدا جدا، لدرجه ان يا اخوانا ما هي الامور واضحه، هي احنا مش بنتكلم في حاجه صعبه. طب دكتور، عايز اسالك سؤال دلوقتي. الشخص المتعصب فكريا، هل بيكون مثلا متعصب في موضوع معين، في حاجه معينه؟ يعني مثلا المتعصب كرويا، هل بيكون متعصب في كل الموضوعات في حياته بشكل عام، ولا الشخص المتعصب فكريا ده بيكون متعصب لفكره واحده بعينها؟ لا بص، المتعصب كرويا دي عمليه، حاجه اسمها سايكلتيرنزم، الحتميه النفسيه. الحتميه النفسيه هنا هو عمليه تعويض فكري ليه وعاطفي، فبيعوضها في الكوره. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ سيادتك رحت استاد كوره قبل كده؟ انا؟ بلاش السؤال ده. اللي بيدخل استاد الكوره بيلقى الناس موجوده جوه المدرج نفسه للفريق نفسه ثلاث اقسام. ده حقيقه بقى، يعني انا راجل رحت استادات كوره تلاقي في ناس قاعده تشتم في الفريق، خصم مش موجود اساسا في الملعب. ايوه. ناس بتشتم في الخصم اللي موجود في الملعب، ناس بتحب تتفرج في هدوء. ليه ده كده وليه ده كده؟ ده كده، ده الحتميه النفسيه، عمليه التفريغ العاطفي بتاع كل واحد. انا من جوايا انا حاسس بايه؟ انا عندي ضغوط حياتيه فبطلعها في صوره، بطلع الافكار السلبيه اللي جوايا في صوره الفاظ مش كويسه ضد فريق موجود. واحد بيطلع عنده خصومه واضحه مع حد فبيطلعها ضد الفريق اللي موجود في الملعب، واحد عنده من الهدوء الانفعالي وانا بشجع فريق كوره فبقعد اتفرج في هدوء مش عايز حد يعشكل عليا هذا المشاهد. فهنا اختلفت الرؤى، كل واحد منهم بيطلع اللي جواه هو وليس الامر الواقع. ما الواقع ممكن تبتدي الماتش اساسا ما فيهوش كوره اساسا ولا يستحق حتى ان واحد يضيع وقت يتفرج عليه 5 دقايق، ولكن
هي الرؤى الداخلية بتاعت كل واحد بتنبعث على الملعب بتاعه. أنا بشكرك يا دكتور جمال، دكتور جمال فرويز أستاذ علم النفس، وكده يعني نعرف برضو أن الشخص المتعصب فكريا لأي فكرة أو لأي اتجاه بيخسر كتير جدا في حياته، بيخسر من خلال قراراته الخاطئة، من خلال انفعالاته، من خلال عواطفه اللي ممكن تكون في بعض الأحيان توجهه إلى بعض الأشياء اللي تضر وتضر الناس اللي حواليه.